فيلم النهاردة بيتكلم ان في احتمال كبير ناس يكونوا عايشين على كواكب تانية غير كوكب الارض، وعملوا مجهود كبير الحقيقة بصراحة، ودوروا كتير بس ما يدروش يوصلوا لأي دليل ان في حد يعني لسه عايش على كوكب تاني. وعلشان كده اي حد يكتشف حياة على اي كوكب تاني دي هتكون علامة في تاريخ البشرية كله. ونشوف هنا في مشهد تاني بتظهر فجأة مركبة فضائية بتلف حوالين كوكب الارض. المركبة الفضائية دي اسمها ماجلان. بنشوف القائد روجر بيكلم مركز التحكم في مهمة في ناسا بسرعة، بيكون عاوز يقول لهم ان في تداخل حصل على الشاشات اللي موجودة على الطيارة. بيطمنوا الضابط على الطرف التاني اللي موجود وبيوضح له انهم هينزلوا مكون اضافي لاي اي، وهما بيتكلموا بيقول نيلسون انهم هيصحي على تايتان وده اكبر اقمار زحل. وبنشوف هنا في المشهد تاني بعد ما بيعدي حوالي سنة ونص على اللحظة دي، وبتكون كل الانظمة بتاعت التحكم جاهزة. مركز التحكم بتاع نيلسون بيقول ان دفعة الجاذبية هتبدأ خلال دقيقتين بالظبط، وبيسأل يعني لو كان مستعد للتحرك. بس القائد هنا بيكون مشغول بالمنظر الجميل الساحر اللي قدامه للفضاء، وبعد كده بيدخل في حالة سبات حوالي 18 شهر. وبنروح هنا المشهد تاني من حوالي سنتين، وبنشوف نيلسون وهو مع مراته أبيجيل وبيقضوا وقت حلو هما وأصحابهم، والدنيا ربيع والجو بديع. بيجيله مكالمة على التليفون من ضابط كده في وكالة ناسا عشان يقوله إني في مهمة فضائية بكرة، اجهز كده يا معلم ولم شنطتك وتعالى. بيفرح قوي هو ومراته وبيتنططوا من كتر الفرحة، لأن خلاص نيلسون هيحقق اللي كان نفسه فيه ويروح الفضاء. افتكر إني قلتلك بلاش. تاني يوم بيروح المؤتمر الصحفي مدير المشروع بتاع ناسا اسمه جيرالد، قال نيلسون يعني إن هم اكتشفوا شذوذ لاسلكية، نبض التردد بتاعها ضعيف جدا والتكرار بتاعها منتظم. وبعد الإشارة الأولى الشاذة دي بيكتشفوا اتنين منها بترددات عالية جدا. وبلاحظ جيرالد كده رسائل صوت جديدة بتطلع نغمة موسيقى. المعلم نيلسون كده بتجيله صدمة ومش مصدق ان ممكن يكون في حد من اي مجرة بيبعت اغنية لكوكب الارض. وبيقعد يستفسر بقى وبيعرف من جيرالد ان الاشارات دي جاية من النظام الشمسي، اول واحدة من تايتان والتانية من قمر نبتون المسمى تريتون، والتالتة من كوكب قزم اوزاريس. وكانت ناسا طبعا عاوزة تجمع معلومات زيادة، عشان كده هتخطط عشان تبعت نيلسون. وزير الدفاع الامريكي كريج بقى بيحط شوية معلومات وتفاصيل عشان يوضح ان المهمة بتاعت نيلسون هيكون فيها زيارة لمواقع، وان لازم يجيب مصادر ويجمع العينات كلها. وعلى الكلام اللي قاله جيرفون بقى الفترة المثالية عشان يطلع السفينة الفضائية هتكون بعد 8 سنين، بس الحقيقة ان هتتحرك السفينة في وقت اقل من كده، وممكن ان هم يطلعوا السفينة في سنتين ونص. وعشان يقدروا انهم يمنعوا الصين لانهم يقوموا بالعملية دي، لازم ان هم يختاروا طرف اقل المثالية ويبدأوا من الحاجة الصعبة عشان محدش يعني يعلي عليهم برضو، وانهم يحطوا على نيلسون ان هو يقضي 10 سنين في الفضاء بعيد عن اصحابه وعن عيلته وعن كل اللي يعرفه. وبرغم كل ده بياخد قرار وبيبقى شجاع قوي وبيقول ان هو هيروح. ونشوف هنا بقى في المشهد التاني ان هو بيقول لمراته كل حاجة عن المهمة. وبنشوف هنا من مراته أبيجيل واضح ان هي طبعا متضايقة جدا ان هي هتبعد عن جوزها كل الوقت ده. الاول كانت مش موافقة وعمالة تتنطط وتقوله لا ومش عايزاه يسافر، بس المعلم نيلسون بطريقته عارف ان هو يقنعها. بنروح للمشهد التاني كده بعد ما عدى 542 يوم من المهمة، بيصحى نيلسون من الغيبوبة بتاعته وبيستقبل المساعد آل فيرديناند، وده بقى يا باشا اللي بيساعده في انه يعرف كل النظام بتاع سفينة الفضاء، وبيقدم له تقرير كل حاجة حصلت وهو نايم ومرتاح، وبيقول له كمان انهم هيدخلوا على مدار زحل في خلال 24 ساعة بس. بعد كده بيبدأ بقى نيلسون ان هو يشوف الرسالة اللي هي جاية على الايميل من مركز التحكم بتاع ناسا، وما اهتمش لأي رسالة تانية، وشاف كمان فيديوهات لمراته بعتها اللي بتسلم عليه وبتقول له نلعب دور شطرنج مع بعض، فايقة ورايقة قوي. بعد ما رد نيلسون بقى على رسائل مراته، كمل بص على رسائل الايميل بتاعته اللي جاياله، عرف من الرساله كده جاياله ان الصين اجلت المهمه بتاعتها للسنه الجايه، وقرر ان هو يروح لتريتون. وبعد شويه بيجيله رساله فيديو تانية من جيرالد بيهنيه فيها على انه وصل للفضاء، وقال له كمان ان هو عرض على أبيجيل انها تبارك له بنفسها، بس هي للاسف بتمر بوقت صعب قوي، وده بسبب الانهيار العصبي اللي هي فيه. وبرغم كل احساسه بالحزن على اللي سمعه عن مراته، بس بيكمل نيلسون المهمه بتاعته. ولما بيوصل ماجلان كده مدار زحل، بيعرف نيلسون ان الاشاره الغامضه بتحصل قريب من بحيرات الميثان على تايتان،
وبعد ما كل المعلومات اللي موجودة في ايديه طبعا دلوقتي، هو يقدر ان هو يروح لوحدة النزول ويفصل السفينة الرئيسية ويقرب من سطح تايتان، وبيبقى جنبه صوت آلة تانية اسمها نال. وبنشوف هنا ان هو نزل على نهر جليدي، وبعد كده بينزل خرطوم في البحيرة عشان يجمع عينات، وبعد كده بياخد الادوات بتاعته والعدة بتاعته كلها وبيمشي عشان يحدد مصدر الاشارة. ولما بيوصل لمسافة بعيدة شوية، نيل بيبعت رسالة فيرديناند للقائد، وبيكون يعني بيحذره من عاصفة قربت من الشرق وفي خطر ممكن يحصل بسبب انفجار بخار الميثان. وعشان نيلسون قريب قوي من المكان، فكر ان هو ياخد جهاز الارسال قبل ما يرجع. وبعد شوية عرف ان مصدر الاشارة بيجي من بحيرة الميثان نفسها، وبرغم ان هو عارف المصايب الممكن تحصل، بس برضو نيلسون بيروح البحيرة وبيحدد المكان بتاع جهاز الارسال اللي هو شبه الكرة الزجاجية كده، وبيقدر ان هو ياخده وبيرجع بسرعة للمركبة اللي نزل فيها قبل العاصفة بثواني. هو قاعد مستني ان العاصفة تخلص، قال يعني يشوف جهاز الارسال الفضائي ويقلب فيه من باب الفضول. وطبعا قلنا لكم قبل كده ان دايما الفضول مودينا في داهية، بيخلع الجوانتي بتاعته وبيبدأ ان هو يلمس بصابعه، ومش بيهتم يا باشا لأي تحذير اتقاله. واول ما بيلمسه بيتقطع الاتصال بنيل فجأة، وبيحس ان هو بيتسحب لثقب اسود، وعلشان حظه حلو بقى بيتفزع وبينزل الجهاز بتاع الارسال ده ويقع على الارض، وبعد كده بيرجع لحياته الطبيعية وبتنتهي العاصفة. وهنا بتشوف نيلسون بيرجع تاني للسفينة الام، واول ما بيدخل لماجلان بيحدد مساره عشان يروح لنبتون ويبدأ رحلة جديدة، وبسرعة بيتصل على مركز التحكم بتاع ناسا وبيبلغ عن اللي اكتشفوه. بعد شوية كده بيرد عليه جيرالد وبيشكره على المجهود اللي عمله، وبيقول ان هو لازم يلتزم بالقواعد اللي حطوها، وبلاش بقى والنبي اي افتكاسات من عندك، الموضوع مش ناقص. اول ما بيسمع الكلام ده القائد بيبعت رسالة تانية وبيعرفه ان هو لمس الجهاز بتاع الارسال بايده ومن غير جوانتي، وبيقوله بالظبط ايه اللي حصل يعني لنيلسون، وبيقوله النبي ينفع يعني المس تاني يعني واصور اللي حصل كله في الكاميرا، وبيقعدوا يعني يستنوا الرد من جيرالد. وبنشوف هنا في مشهد تاني نيلسون هو بيكتشف اللي موجود في المادة اللي طلعها من الميثان اللي جابه من البحيرة، وبيتفاجأ لما بيلاقي فيه أحمضة أمينية، وده طبعا معناه ان احنا ممكن يكون في حياة على الكوكب ده. وبعد كده بتيجي رسالة فيديو لنيلسون من أبيجيل مراته بتقوله الحقني انا في مشكلة كبيرة يا ابو العيال، وبتعرف ان في كام واحد من الصينيين هكروا الكمبيوتر بتاعه وحاولوا يعرفوا اي حاجة عن المهمة بتاعتك. هنا بقى كريج قال ان في خطر على حياة نيلسون بسبب الست دي، هو كل حاجة تحصل هتروح تقولها لا يا عم دي فتانة، وقال لها لو مسكتيش احنا هنقطع علاقتك بيه تماما ومش هتعرفي توصلي له. طبعا أبيجيل حست انها محبطة واتضايقت قوي، يعني ايه تمنعوني من جوزي؟ مش كفاية ان هو سافر وهيغيب عني 10 سنين، وكمان دي الطريقة الوحيدة اللي بتواصل بيها لجوزي. قالت لا خلاص هسكت بقى. وبعد ما عدى سنة ونص بس حست ان هي بتكلم واحد مش موجود، عشان كده نيلسون قرر ان هو يبعت لها رسالة فيديو يرد فيها يعني عشان يقول لها ان هو كويس ويطمنها وتستناه. اجمدي كده احنا لسه قدامنا 10 سنين من السنة ونص تضعف، يعني شد حيلك امال. وبيعرفها الرحلة الجاية هيعمل فيها ايه. وبعد كده بنروح لمشهد تاني، وبعد 32 شهر لما بيصحى نيلسون، فيرديناند بيسلم عليه كده وبيبدأ ان هو يبلغه عن كل اللي حصل وهو نايم زي ما حصل في الرحلة اللي قبل كده، وبيقول ان هو في اكتشاف للشذوذ في جهاز الارسال الفضائي بالتزامن مع زيادة النشاط الدماغي. نيلسون يعني مش فاهم اي حاجة، ولا انا بصراحة، نيلسون كده دي حاجة مستحيلة تحصل يعني وهما بيتحركوا. ولما نيلسون بيراجع رسالة الايميل بتاعته بالصدفة يعني بيشوف رسالة فيديو لجيرالد بيعرفوا فيها ان المراسل الفضائي لسه بيبعت اشارات شبه الكود الثنائي، وان هو بيحاول يفك الشفرة دي. بيشوف رسالة تانية وبيعرف نيلسون منها ان في حد بيتدخل في النظام بتاع فيرديناند، ويمكن ده بسبب محاولة التهكير. وبعد كده بيحاول ان هو يتصل تاني بجهاز الارسال الفضائي، بس المرة دي بيقول فيرديناند كده يصوره لما يلمس الكرة الزجاجية دي، وبتحصل حاجة غريبة. بنشوف ان الكرة بتنور وبتكون صور ملهاش تفسير قدام عينيه، وده بيخليه يبقى قلقان ومش مرتاح. وبعد كده بنشوف فيرديناند بيبعت الفيديو اللي اتصور لمركز التحكم، وفي الوقت ده بيدخل مجلان مدار تيرتون. وبنشوف ان نيلسون هنا قاعد يجهز الوحدة بتاعت النزول، وبيستلم رسالة تانية من جيرالد بتعرفه عن اللي حصل يعني في الحادثة في مهمة الفضاء بتاعت الصين، ومات الثلاث رواد الفضائيين اللي طلعوا.
وده بيخلي القائد يحس بالتوتر والقلق، لكن بيكمل المهمة بتاعته وبيضحي بنفسه. المرة دي بيكون المفروض ان هو يلاقي جهاز الارسال التاني في وقت قليل قوي، وإلا هتفوت عليه نافذة إيريس. بنشوف هنا بقى في مشهد تاني نيلسون بعد ما نزل على تريتون وبيدور على أي مصدر للإشارة، بيمشي وهو مركز قوي وبيكون باصص تحت كده وبيقدر يحدد المصدر في كام دقيقة بس. وبنعرف إن جهاز الإرسال زي جهاز الإرسال اللي وصل له قبل كده بالظبط، وقبل ما يتحرك بتسع دقايق بالظبط حط جهاز الإرسال في شنطة وماشي رايح كده على المركب اللي نزل فيها. بس هو ماشي بتحصل حاجة مش متوقعة وبتقع الشنطة بالغلط وهو بيطلع، وده بيخلي نيلسون يرجع تاني عشان يجيب الشنطة، وطبعا مفيش وقت والمفروض باقي 4 دقايق بس، وبيقدر ان هو يوصل تاني للمركبة قبل ما يخلص الوقت بكام ثانية، وبيطلب من نيل ان هو يشغل المحرك ويرجعه يعني للسفينة الأم، وبيحدد كده بسرعة رحلة تانية لإيريس. وبعد كده بيبعت نيلسون فيديو لمركز التحكم وبيقولهم على جهاز الإرسال التاني اللي لقاه، وبنشوف بعد كده ان هو بيكتشف الجليد اللي جمعه من تريتون وهو شغال بقى بيجيله رسالة من أبيجيل مراته بتقوله فيها وحشتني قوي. وفي الوقت ده بيكون فات 4 سنين، وكمان بتقوله ان هي خايفة قوي عليه، هو خايفة يحصل له حاجة خصوصا بعد اللي حصل في العملية بتاعت الصين واللي مات فيها التلاتة رواد الفضاء. طبعا ده بيخلي نيلسون زعلان جدا، لكن بيقدر ان هو يكمل شغله وبيحاول ما يطلعش تركيزه، وبيكتشف حاجات كده عكس اللي موجودة في مياه البحر. وبعد كده بتجيله رسالة من كريك بيقوله فيها خد بالك ان المهمة صعبة وحساسة جدا، وعشان ترجع كويس وتضمن سلامتك انت هتتصل بيه بس، ومفيش اي حد يقدر يوصل لمركز التحكم ولا أبيجيل ولا اي حد تاني. وكمان كريج قال لنيلسون يبعد عن اي اجهزة ارسال ما يعرفهاش، وهنا نيلسون بيقرر ان هو يمسك الجهازين في نفس الوقت، وبسبب اللي هو عمله ده الساعة 10 بالظبط بيتعرض لحادثة تانية وما بيعرفش يفصل اللي حصل برضه. وبنروح هنا لمشهد تاني وبنشوف اليوم 2079، من المهمة مجلان وان هو نجح في ان هو ينزل على ايريس، ونيلسون كده بيقدر يلاقي كده جهاز الارسال التالت، بس بيكون متغطي المرة دي بمخاط. بس بعد ما ياخد الجهاز الارسال وبياخد كام عينة من المكان اللي نزل فيه بيرجع لمركب النزول، وفي الوقت ده بيكون رايح للسفينة الام. بس نيلسون بيحصله مشكلة بتبدأ قال تتكلم بالصيني، وهنا بيحس ان هو في خطر كبير، وبسرعة فيرديناند بيطلب مسح الذاكرة بتاعتها ومراجعة النظام الامن بتاعها، وعشان حظهم حلو بيقدروا يسيطروا على الموقف وبتقدر الوحدة ترجع للسفينة الام. واول ما بيدخل لمجلان نيلسون بيقول لفيرديناند ونيل ما يعملوش اي تعديلات للنظام تاني من غير ما يستأذنوا منه الاول. وبنروح بقى هنا لمشهد تاني وبنشوف ان هو بيبدأ يقعد كده يحلل برضو العينات اللي جابها من ايريس، وبيساعدوا فيها فيرديناند وبيعرفوا منه هنا حاجة وهي وجود اجزاء من الحمض النووي، وده بيخليه مصدوم شوية. وبعد كده بيسجل رسالة فيديو بيقول فيها على اللي اكتشفه وبيبعتها لمركز التحكم بتاع ناسا، وكمان بيعرفهم كريج المشكلة الموجودة في نظام فيرديناند وبيطلب منه ان هو يراجع ويتأكد من نظام الحماية، ولحد ما ده يحصل يا ابن والدي انا قررت اسيطر على السفينة الفضائية كلها. عدى 4 ساعات بس نيلسون ما جاش ليه اي رد من مركز التحكم، وهو قاعد بيستنى الرد بيحط اجهزة الارسال الكروية التلاتة اللي معاه جنبه وبيبدأ ان هو يحط ايده عليهم. وفي الوقت ده بيشوف تفاصيل اكتر من اللي شافه قبل كده، وبعد شوية بيقف وما بيشوفش حاجة وبيحصل اشارات صوتية عالية جدا. وبنشوف بعد كده في مشهد تاني فيرديناند بيبعت التقارير بتاعته وبيقول ان في تدفق كبير قوي من الاشارات الراديو، وفي رسائل كتير بتتبعت عن طريق نظام اتصالات سفينة فضائية. ونيلسون هنا بيقوم تاني وبيحط اجهزة الارسال كلها جنب بعضها وبيساعده الاي اي عشان يحلل الاشارات اللي جاية وبتقدر تفسرها، وبيتعرف هنا من التحليل ان في تدفق لا نهائي من البث الاذاعي اللي جاي من نقطه مختلفه في المجره، وبيتبعت اشارات في نفس الوقت، بس بيكونوا هنا مش عارفين ده بيحصل دلوقتي ولا كان بيحصل قبل كده. وهنا بنشوف نيلسون بيحاول ان هو يفهم المعلومات الغريبه دي، وبيقول ان الاشارات دي بينقلها مخلوقات على شكل البشر، وبيخمن وبيقول انهم ممكن يكونوا فضائيين بيستخدموا التشابه الكمي عشان ينقلوا الاشارات دي ويحولوها لموجات الراديو، عشان يعني ما نعرفش نكتشف اكتر من كده عن الاشارات دي. بيطلب منه بعد كده فيرديناند ان هو يحلل الاف منها بالتفصيل، ولما يحللها بيكتشف قال ان البيانات الثنائيه اللي موجوده في الاشارات دي متشفره كلها في كود الحمض النووي. وفي الوقت ده بيعرف فيرديناند ان اشاره تانية مبعوثه من سحابه اورت، ودي اللي موجوده بعيد عن الامتدادات المعروفه بالنظام الشمسي، وده هياخد منهم وقت كبير جدا حوالي 38 سنه.
عشان يقدر ان هو يوصله لمصدر الاشارات دي، ولو فضل مجلان في المهمة بتاعته شغال في الوقت ده بيعرف نيلسون كده ان هو مش هيقدر يرجع بعد ما وصل لكل المعلومات دي. بيقرر بعد كده يبعت رسالة اخيرة لمراته وبيقول لها فيها ان هو اخد قراره بالسفر لسحابة اورت، وبيقول لها معلش على السنين اللي عدت عليكي وانت قاعدة مستنياني، بس انا برضو مش راجع دلوقتي. وبيقول ان الاشارات بتناديه هو، فمش هيقدر ما يكملش المهمة دي. وبعد كده بيحرك الشطرنج الاخير قبل ما ينتهي الفيديو، وبنشوف هنا نيلسون هو بيقول لفيرديناند ان هو يجهز المسار عشان يتحركوا. وبعد كده وكالة ناسا وزارة الدفاع بتعرف بالخبر ده، وبترفض طبعا القرار ده من القائد، وبيحاول جيرد ان هو يقنع نيلسون بانهم يرجعوا للبيت. يا ابني ارجع بيتك، يا ابني بيتك اولى بيك، مفيش فايدة. وبيروح يقول بقى لمجلان انهم يجهزوا نفسهم ويرجعوا للمركز. بس في الوقت ده نيلسون البطل بيكون خلاص خد القرار بتاعه ان هو يكمل، وبينتهي الفيلم لما بيبدأ نيلسون رحلته الجديدة وبيوصفها بأنها يوم المهمة. بس كده، وبكده بنكون خلصنا العظمته بتاعتنا النهاردة، وأشوفكم في العظمته اللي جاية. سلام.